مباشرة. طيب اظبط التكييف على كام؟ في تكييفات بتتظبط على 29 على 30 ماشي، لو درجة حرارة بره 40 وانا ظبطتها على 30 كويس. ليه 30؟ لاني انا درجة حرارتي 37 فما فيش داعي انزل قوي، لكن اظبط التكييف على 16 ويبقى الاوضه ثلاجه ويقول لك انا بتغطى في الصيف. انت شلت جهاز العرق، شلت جهاز المناعه، العرق شفاء. كان زمان في المستشفى لو المريض عرق، والله العظيم لو المريض عرق نفرح، عارف ليه؟ لانه هيخف. كنا بنديله بقى المضاد الحيوي وحاجه من عائله الاسبرين والكافيين، وكل ده بيعرق. اول ما المريض يعرق نفرح. طب هو في التكييف يعرق ازاي؟ عرقه ازاي؟ انت شليت جهاز العرق. لو الطفل عنده حمى والطفل ده عرق نفرح، لان الطفل ده هيخف. طب دلوقتي قاعد في التكييف هيعرق ازاي؟ فالتكييف ده دمر المناعه، دمر الجيوب الانفيه، دمر السنان، التكييف دمر العضلات، دمر الهضم والامتصاص، التكييف والمروحه اللي فوق السرير دمرت الكلى، فشل كلوي، دمرت العظم، دمرت كل حاجه سيادتك. عارف انت لو نمت على البلاط ارحم ما تشغل التكييف. عارف انت لو فتحت نسمه صغيره كده وشبكت الشيش، لو عندك شيش يعني، لكن لو عندك الوميتال بقى يعني حط سلك وسيب جهاز العرق يشتغل. من فضلك من فضلك تفرح لو العرق جه.